الحمد لله يمكن انت قلت كلمه كويسه، النظام. النظام ده بينجح اي مؤسسه، بينجح اي نادي، بينجح اي مجتمع. دائما النظام هو اللي بيرتقي باي شعب وباي اسلوب وباي لوانه. في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيرتقي بقطاع الناشئين، والحمد لله دي انا شايفها ايجابيه كويسه السنه دي قوي. الحمد لله النظام والمدربين ملتزمين جدا، اللعيبه في حد ذاتها، العمال، كل الاجهزه الاداريه الحمد لله ملتزمين. ليه؟ لان الحمد لله انا ما جيت حطيت قواعد للنظام، وقواعد ان احنا بنشتغل كتيم واحد، والنجاح بيؤدي ان احنا الحمد لله القطاع ماشي كويس، وحتى في النتائج في نتائج ايجابيه كويسه. في لعيبه ان شاء الله تمثل النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. كل هذا اذا كان بيؤدي الى شيء، بيؤدي ان النظام الحمد لله بيؤدي الى نجاح. انا جيت برضو الاستراحه لقيت فيها بعض يعني حاجات كده فيها سلبيه، فالحمد لله اشتغلت عليها اول ما جيت، والحمد لله يعني عملنا حاجات كويسه جدا جدا في الاستراحه. عملت ايضا نظام في الاستراحه على فكره، عشان انا بعتبر الاستراحه دي جزء من كيان النادي الاهلي، جزء من كيان النادي الاهلي يبقى فيه نظام. وديت نظام وديت تعليمات للمشرفين تحت على الاستراحه، ان كل حاجه تهيئ للعيبه في جو مناسب، كل حاجه تبقى اللعيب يبقى اللعيب حاسس ان هو في بيته، سواء من النظافه، سواء من واجبات، سواء من غسيل لبس، سواء من كل شيء يبقى كويس جدا. والحمد لله يمكن برضو طورت في الدواليب كانت انا اول ما جيت لقيت ان فيها كآبه شويه في اوض النوم بتاعت اللعيبه، ابتديت برضو يعني عملت لها دهانات جديده، وخليت الدهانات الجديده دي تمثل قيمه النادي الاهلي، يعني اديتها لون كده يبقى اللعيب لما يصحى من النوم يشوف حاجه كانه في النادي الاهلي بالظبط، وكانه عايش داخل النادي الاهلي وجدران النادي الاهلي، عشان يبقى في فكر النادي الاهلي دائما في مخيله هذا اللاعب. المطعم برضو يمكن طورت فيه كويس قوي الحمد لله، وانا يمكن بمر بصفه مستمره يمكن على المطعم وعلى الاستراحه بصفه مستمره، والناس المشرفين اللي تحت في الاستراحه ملتزمين جدا، لان مدي مواعيد حتى للنوم، ومدي مواعيد ان ما فيش حد يدخل الاستراحه بعد الساعه 11، وما فيش اي حد غريب يدخل استراحه. زي ما قلت لك ان الساده المسؤولين برضو في المطعم يمكن بعتوا لي المنيو بتاع الاكل ووافقت عليه، لان في الفطار نوعيات اكل، في الغداء نوعيات اكل، في العشاء نوعيات اكل، لان في المقام الاول احنا برضو بنشتغل تبع جهاز طبي، وجهاز الطب هو اللي بيحط لنا نظام التغذيه، ونظام التغذيه المطعم يمكن بيبقى فعلا المسؤولين عنه بيبقى ملتزمين جدا جدا في تقديم وجبه تليق بلاعبي النادي الاهلي في الاستراحه. اذا كنا بنشتغل كلنا بنشتغل كتيم، وكل الناس اللي عندي في القطاع بيشتغلوا الحمد لله، بيشتغلوا بروح كويسه، لان انا الحمد لله يمكن بتعامل معاهم كلهم كاخوات، ما بتعاملش كرئيس قطاع، بتعامل كاخوات. وعشان كده يمكن النتائج الحمد لله يمكن السنه دي كويسه، واتمنى ان هي تستمر، واتمنى لنهايه الموسم النادي الاهلي يحوز على اكبر عدد من البطولات، سواء على مسابقات الناشئين او سواء على مستوى البراعم، لان دي حاجه بتمثل كيان النادي الاهلي، وبتمثل ايضا حاجه لمسه ايجابيه فعلا لقطاع الناشئين السنه دي. واتمنى اللي قلت لك البطولات تضاف الى رصيد النادي الاهلي. يعني خليت الدكتور اسامه مصطفى طبعا بصفه رئيس اللجنه الطبيه في النادي الاهلي، هذا الموضوع يمكن ما كانش فيه، ما كنت انا موجود الموضوع ده من 2016 و2017 و2018 انا ما كنتش موجود، ولكن احنا ما بنظلمش حد ابدا. اي لعيب في النادي الاهلي بيصاب، ويمكن مش عايز اقول لك الكشفات اللي عندي وكل حاجه، ان اللعيب المصاب في النادي الاهلي دائما النادي الاهلي ملتزم بعلاج هذا اللعيب، نفقه النادي وكل ما تتخيله بنعمله له. يمكن في حصلت حالتين وعالجناهم على حسابنا وفي اختبارات، ولكن اذا كان هناك بعض الشيء برضو الناس لازم تفهمه، ان عبد الله سلام احنا عملنا له عمليتين، والدكتور اسامه طلع في قناه الاهلي واشار لكل هذا الكلام، وعندنا المستندات الداله ان الولد عمل عمليتين رباط صليبي في الرجل اليمنى والرجل اليسرى، وبعدين الفتره اللي هو بعد حتى ما مشي راح احد الانديه واصيب في احد الانديه، وجي رجع والده عليا وقلت له انا ما اقدرش النهارده اصرف على لعيب مش مقيد، انا لو لعيب مقيد انا عنيا ليك بس ده. وبعد كده برضو هو ما استثمر يمكن الموقف ان انا قلت له لا لازم يبقى لعيب مقيد، وده كان راي المدير الفني ان هو مش هيقيده، فدي حاجة بترجع للمدير الفني، حاجة بترجع ليا أنا رئيس قطاع، إن أنا ما أقدرش النهارده أصرف النهارده على واحد النهارده كان بره النادي. فالأمور كلها يمكن زي ما قلت لك والده بقى عمل الحتة دي وقال إن إحنا أهملنا، إحنا عمرنا ما بنهمل لعيب داخل جدران النادي الأهلي، لأن بنعتبر ابن من أبنائنا وابن من أبناء النادي الأهلي.